الجلد هو بيورم بيزرق، بينما تحت وقت نشتغل بس تحت العضل من دون ما نفصل العضل عن الجلد تجنبنا كل الورم والزرق. يعني في ناس عامل لهم فيس ليفت بعد يومين ثلاثه بشوفهم ما في شيء، ما في اي اثر. خصوصا اكيد اذا بنستعملها كمان بقطب تجميليه من دون قطب ظاهره، لهالسبب الست بعد يومين ثلاثه فيها تكمل حياتها الطبيعيه او حياتها الاجتماعيه من دون اي مشاكل او من دون علامه زرق او ورم كبير بوجهها، وهالشيء ما بيسبب لها انزعاج بمجتمعها اكيد. دكتور توني، ما ببين الجرح يمكن ورا الدينه وقت نشق كرمال اللفتين او بقلب الدينه بتكون تقريبا؟ من هلا اللي هو الجرح الجديد هو بقلب الدينه، بفوت بقلب الدينه، لهالسبب ما ببين. حتى اذا الست شعرها قصير ما في مشكله لانه الجرح بفوت بقلب الدينه. من اي عمر بتبلش تنصح انه الواحد يعمل ليفتنج للوجه؟ هو ما في عمر محدد، بس وقت اللي يصير في ترهل يستحسن يعني ما نترك الجلد ليكسر ليخلق سكار فيه حتى نلجا لعمليه شد الوجه. بالعكس انا بفضل عبكير، مش كرمال اعمل عمليه، بس كرمال ناخذ نتيجه احسن، لان وقت يكون في ترهل قليل تبقى النتيجه 100%، وقت يكون في ترهل كثير كبير والجلد منشفه ومطقطقه هون بطلت نتيجه 100%. السبب شو بنلحق حالنا عبكير؟ يعني على 40 سنه فينا نبلش؟ ايه اكيد اكيد. يعني بالبرازيل في ناس قبل بكثير بتبلش، في ناس بال 30 35 بتعمل شد وجه. كم مره بيعملوا شد وجه على كم مره؟ بياخذوا 15 سنه. 15 سنه. ايه يعني كل 15 سنه عمليه شد وجه منيحه منا مش عارف. ايوه وهيك هيك ما بتكوني عم تغيري، اذا بتنطري لوجهك ليغير ساعتها عم ترجع ترديه مثل ما كان، عم يصير في فرق كبير. بينما اذا كل ما ظهر اكيد يعني يكون في شويه ترهل، لانه مش انه ما يكون في ترهل بالمره، بس وقت يظهر شويه ترهل ساعتها بنقوم بالعمليه. هيك بنضلنا محافظين على الشباب من دون ما نوصل للشيخوخه ونرجع لها. مع العلم انه يمكن عم بيعملوا امور ثانيه مثل البوتوكس الفيلينج والى اخره، يعني بدل ما يتجهوا الى الليفتنج. هيدا بيساعد، هيدا ما بيلغي العمليه، هيدا اكيد بيساعد. في امور في محلات ما فينا نشد ما فينا نقص، لهالسبب بنستعمل بوتوكس لحتى نشل العضل لحتى يبطل في تجاعيد. من هون الفيلينج والبوتوكس هن بيكملوا بس ما بيمنعوا العمليه اكيد. بنتمنى نحن يوم من الايام يكون في دواء يلغي العمليه، بس لحديت هلا هو التقدم بالعمليه بالتكنيك بحد ذاتها. ومثل ما وصلت لليوم عمليه شد الوجه والسهوله اللي صارت فيها بفتكر تقدم كثير كبير، يعني اكثر من هيك صعب، لانه صار كثير سهله حتى ببنج الموضعي عم تنعمل عمليه ساعه ساعه ونص، الست بتفل على بيتها يومين ثلاثه بترجع على شغلها او مجتمعها، لسبب ما بطلت هالازمه او هالشيء اللي بنخاف منه. من قبل كان شيء نخاف منه انه هي عمليه شد وجه، بينما اليوم صارت شهر ونص بالبيت صارت شوي اكثر من الفيلينج. يعني الفيلينج اوقات لحاله بيقعد خمس ايام مورم ومزرق، لهالسبب الفيس ليفت اقل. اوكي. منار من الرياض، مرحبا. منار انت معنا على الهواء؟ الو الو منار، منتابع معك دكتور، انقطع معنا الاتصال. بدنا نحكي عن تكبير الصدر والليفتنج كمان للصدر، بما انه بحديث من الليفتنج الى الليفتنج. شفنا باللقاء انه كنت عم تحكي عن انواع البروتاز المستعمله، كل وحده انسين بتستعمل، عم نشوفهم هلا حاليا بالصوره، بتشرح لنا اكثر يعني يمكن عن الانواع وانسين فينا نستعملهم، اضافه انه هل يا ترى فيها المراه تردع اذا عملت بريست امبلانت؟ اليوم الامبلانت هو صرنا اجمالا 99% بنحط الامبلانت الحشوي تحت العضل، لهالسبب ما بقى لها علاقه بالصدر ابدا، يعني صارت مش بس محطوطه تحت الصدر ولكن تحت العضل. يعني ما لها اي مشاكل او اي تاثير على الصدر بحد ذاته، فيها الست تصور صدرها من دون اي مشكله، اي ماموغرافي من دون اي مشكله، وما بيسبب لا مشكله لا للصدر ولا للامبلانت بحد ذاته. لانه اليوم اللي بنخاف منه هو على الامبلانت مش على الجسم. قصدك يعني اذا في كانسر او شيء يعني؟ بنخاف انه الجسم يفتح يخزق الامبلانت، ما بنخاف انه الامبلانت تضايق الصدر، يعني هذا شيء واضح انه الامبلانت ما لها علاقه بالكانسر ولا لها دخله بالبريست كانسر. دراسات يعني كلها اكدت انه ما لها دخل. مضبوط، لسبب نحن اليوم بنخاف انه الجسم ياذيها للامبلانت ويخزقها. اليوم الشركات كلها عامله هالحساب ومنزله امبلانت جديد اللي هو
حتى لو انخزقت ما بيفتح وما بيروح اللي كان اللي هو منه. الجال صح. من جوا يعني مثل اذا بنحط سكينه مثل الجلو اللي فرجتكم اياها بالعياده شفتوها انه حتى لو انخزقت ما بيروح لبرا اي لون منهم؟ كلهم الالوان ايه عندهم نفس المواصفات بيختلف الشيب او من برا في وحده شفناها صفراء وحده بيضاء هي حسب تكوين الصدر اللي بدنا نشتغل عليه اذا كان في دهن كثير فعم نستعمل المقله لون واذا ما في دهن كثير وجلد رقيقه نستعمل في شيء لها مثل سفنجي من برا هي بتصير سوفت اكثر بتصير على التاتش ما بنحس فيها ما بيبين وعلى طول على طول مفضل تكون تحت العضل من فوق تحت العضل ومن تحت ما ضروري تكون تحت العضل لحتى تضل اخذ ما يكون الصدر عالي كثير يكون مبين طبيعي معنا نور من عمان هاي نور هاي كيفكم والله منيح شو اخبارك منيحه فيني احكي مع الدكتور ايه تفضلي مرحبا دكتور اهلين يا هلا دكتور بليز انا قبل سنه وإشي عملت صدري نعم بس انه الشق كثير كبير دكتور وصاير يعني زي الصليب هيك صاير شو؟ عفوا نور بترجعي بتعيدي عن الامبلانت؟ انا قبل سنه هيك نعم. سنه ونص عملت تكبير صدر نعم 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 بس الشق كثير كبير كبير وباين اوكي انت عملتيه من وين نور من تحت الصدر او على ال انت عملت ليفتنج او عملت عملت ليفتنج ليفتنج يعني هون بيجي اول شيء درجه الترهل بالصدر اذا في ترهل كبير ما فينا ما نعمل ليفتنج بدي نعمل ليفتنج وفي سكار اللي تي بنسميها انفيرتد تي سكار أوكي. ما فينا نهرب منه اي شيء بدنا نعمل هون الجرح بيجي بيعلم ما بيعلم حسب الجسم يعني كل جراحه تجميل ما بهمه يعلم يعني ما فيها الجرح. ترجع انها تظبط الموضوع دكتور توني فيها ترجع تعيد حتى لو مبين هلا جرح فيكي ترجع تعيدي اعاده تظبيط جرح بس ساعتها مرة تانية بخف ببطل مبين هالقد لأن أول مرة كان في تنشن وكان في شد والجرح هو عدو الشد وقت نشد على الجرح بصير يعلم يبين أكثر هلأ بما أنه ارتاح إذا كانت العملية صار لها أكثر من 6 أشهر فيها تعيد تضبط الجرح وبيطلع أجمل بكثير نعم نور عندك سؤال آخر لدكتور توني الألم نفسه ولا من غيره لا بس تضبيط جرح ما في ألم ما في وجع في سؤال اخر؟ ثانك يو دكتور شكرا لك يا نور ان شاء الله تكون استفدتي كمان عم ناخذ تمارا من زحله هاي تمارا الو اي تمارا نحن انت على الهواء اي اوكي عندك دكتور عندك سؤال للدكتور تفضلي اي عندي انا نفس حاله يمكن اللي قبلي بس ما في ولا ما في شو؟ وطي صوت التلفزيون تمارا واسمعيني من التليفون اوكي هذا من منطقتك دكتور توني ما عندك من زحله هو من زحله الدكتور ايوه تعال كثير منيح نحن مش قاعدين اكيد بنروح من نستشير بناخذ العنوان والرقم بس بدي اقول له انه ما في علامه للجرح بخصوص شو؟ أي جرح؟ تكبير الصدر أيه التكبير لحاله في عمل من دون علامة من دون جرح ظاهر أبدا أنا عاملة العملية قبل نعم ومبين في جرح؟ شو المشكلة؟ إلي سنة ونص أيه شو السؤال بس؟ السؤال هو إنه أنا إلي عاملة العملية سنة ونص وبضل هو مثل بتحسه أول ما عملتها كان كتير أوكي وكتير منيح بس بتحس انه رجع مثل نزل وكانه مش عامل شيء مثل دمر او شيء ايه بجوز معمول فق العضل وقت ينعمل فق العضل بيرجع بيتعرض لترهل اكثر وقت يكون تحت العضل ما بيتعرض لترهل كثير طيب شو الحل؟ الحل اذا كان كثير مترهل ترجع تعيد العمليه واذا ما كان محطوط فق تحت العضل ترجع تنحط الامبلانت تحت العضل هيك بتحافظي عليه لوقت طويل ما بيترهل واذا هلا صار في ترهل مفروض ينعمل ليفتنج ساعتها اذا صار في عندها ترهل كثير او يمكن صارت بريجننت وصار عندها ورضعت وهيك ساعتها بدي ترهل لا انا مش مزوجه اوكي فاذا بس تغيري الامبلانت
او تحطي تكبري اذا بدك فيك تكبري اكثر. اليوم دارج صدر كبير. ما بدي اسالك شو الاتجاه هلا؟ كل سنه اكبر. لا هو مش قصه موضه لانه كرمال ينسجم مع جسمي. ايه اكيد لهالسبب لازم الجراح يشوفك جراحة تجميل لحتى يشوف صدرك وقياساتك ويشوف اي قياس امبلانت بيطلع حلو على جسمك. وفيك تغيريها وفيك تكبريها وفيك تضلك على نفس القياس ذاته. اوكي شكرا لك تمارا. دكتور اتجاه لكن الى الصدر الكبير هالايامات. من 5 سنين وقت جيت على لبنان كنا عم نستعمل معدل 250 قياس 250 سي سي. ثاني سنه 300. هلا يعني انا امبارح غيرت امبلانت 550 ملا. اللي هي ما بتنحمل بايد وحده بدها. هل قد صار الاتجاه؟ هل قد الصبايا عم بيطلبوا؟ صدر مش داري. اوكي ختاما دكتور بدي اختم يمكن بالبانس مانكام للصبايا. هيدي دائما بالعشرينات بيعملوها. شو هي البانس مانكام وقديش فيها وجع ويمكن حلو للعين مثلا تشغل العين مثل ما مطلوبه؟ البانس مانكام هي معروفه بالتمبرال ليفت اللي هو نفتح فيها العين. يعني بيتم فيها شقل الحاجب لحتى تنفتح العين. يعني مع الوقت بنحس شوي الحاجب بيزم والحاجب بيوطى فوق العين. لسبب بنقوم بالعمليه والعمليه بسيطه كثير بواسطه نادور بالابره بنسحب بنشد العضل ومن دون اي جرح بقلب الشعر. واليوم الجديد زاد عن البانس مانكام كثير جديد. أوكي. واللي هو هي المنطقه قادرين نبرمها نرجع مثل ما هي حلوه معك هلا عندك اياها. فيها ست فيني انا طبيعيه. انت طبيعيه بس فيني اعملوها مثلك. اوكي. اذا بدكم تعملوا مثل حاجب ديانا فيكم تروحوا وتطلبوا برمه الحاجب. اليوم صارت تنعمل. فيها تنعمل مع البانس مانكام فيها تنعمل من دونها وبالكلينيك اكيد بتنعمل. بنهاية حديثنا دكتور كيف مننقي طبيب التجميل على اي اساس؟ هي سؤال صار هلا. اليوم اكيد صار في جراحين كثير بالعالم كله بلبنان بالدول العربيه. انا اللي بنصحه على طول انه يلجأوا لجراح تجميل يكون منتسب لنقابه. يكون في جمعيه جراحين بكل بلد في شيء اسمه جمعيه جراحين تجميل بالبرازيل ولبنان وبالعالم كله سوا. الكنترول الوحيد هو بيتم من قبل الجمعيه. يعني اذا الجراح تابع لجمعيه جراحين تجميل معناتها بنوثق فيه اكثر وبيكون متبع الشروط اللازم وشغله مراقب وقادر الست يعني يكون عنده حقوق عنده. لهالسبب النصيحه انه كل الجراحين منيح وشاطرين من اي مدرسه كانوا. اهم شيء يكون منتسب لنقابه. ووقت اللي بيكون جراح هيك بنرجع لشيء ثاني اللي هو الانواع اللي بيستعملها. يعني وقت الجراح تجميل منتسب لنقابه ما راح يستعمل اي فيلينج معين. انا اليوم برجع كثير عم بشدد هالنقطه ننتبه لنوع الفيلينج. الفيلر اللي نستعمله ما يكون فيلر دايم. ما نستعمل بوجنا شيء ضل 5 سنين و10 سنين لان على طول عم نرجع عم نشوف مشكله. نستعمل شيء بيدوب على 3 اشهر او 6 اشهر. دكتور توني نصار اهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. بنشكرك على هالمقابله. بعد الاعلام مشاهدينا بلاقوكم ناليا وجريت مع يوميات عيون بيروت.